ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. فيديو جديد، وفيديو النهارده بجد ما يتفوتش. ليه بقى؟ عشان شي جلام عاملين خصومات ما بتتعملش طول السنه. عاملين خصومات بمناسبه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا كل الايام بكل الخير اللي في الدنيا. لازم تلحقوا الخصومات اللي موجوده دلوقتي وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه. بس انا جبت ميك اب جديد قد ايه، وكمان عندي شويه ميك اب تانيين. هنعمل دلوقتي ميك اب سريع، وعايزه اقول لكم بقى ان كل المنتجات اللي انا هستخدمها دي من شي جلام، وكلها احلى من بعض. يعني انا اخترت لكم خلاصه الخلاصه واحلى الحلوين في الفيديو ده. فيلا اعملوا لايك على السريع بقى، وهسيب لكم كمان كود خصم لما بتستخدموه. بتاخدوا خصم على اي حاجه تطلبوها من شي جلام. وخلينا يلا على طول نبتدي واحط ميك اب، عشان انا بشرتي مش في احسن حالتها، وشكلي عامه يعني مرهق شويتين ثلاثه. فخلينا نظبط الكلام ده كله. اول حاجه هبتدي بيها وهو البرايمر ده من شي جلام، ده اللي هو الاديشن بتاع لاف دايف. ليه تحديدا البرايمر ده؟ عشان هو فعلا بيرطب ترطيب، تحس ان انت حطيتي كده ايه، شيت ماسك مثلا على بشرتك، فاديكي جرعه مكثفه من الترطيب. فده اللي انا هستخدمه النهارده، عشان انا بشرتي فيها قشور وكده، عملت تقشير اكتر من مره، وكمان الفتره اللي تعبت فيها بشرتي حرفيا فعلا اتبهدلت. فحتى دلوقتي لما برطبها برده مهما استخدم في مرطبات لسه فيها قشور. فده بقى بيدي ترطيب حلو قوي قوي، لان انت لو حطيتي ميك اب فوق القشور اللي على بشرتك هتبان بشرتك مش حلوه كده وكيكي تحت الميك اب. فاهم حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه الترطيب. حسوا البشره كده كانت عطشانه وشربت. تاني حاجه هستخدمه قبل ما نعمل الميك اب هو الجيلي واو. استنوا انا عايزاكم تشوفوه هو ايه كده. وده بقى الحلو اللي فيه، ان هو بيدي ترطيب وفي نفس الوقت. بصوا هحط لكم على شفايف اللي من تحت، شفايف اللي من تحت هتحسوا انه بقى لونها بينك كده، بينك بينك صحي كده، بينك طالع من الشفايف نفسها. بعد كده هستخدم الكومبلكشن بوست كونسيلر اللي هو شكله كده، عشان طبعا هم عندهم اكتر من نوع. ده اللي هو بيجي بسبونج كده، يا دوب بس على الهالات السوداء وعلى اثار الحبوب. اصلا الكفرج بتاعته عاليه قوي قوي قوي. هستخدم بقى معاه السبونج دي، من حلاوتها رحت جبت واحده تانية حلوه قوي. وبصوا طريه ازاي فناعمه كده قوي على البشره. بصوا بجد فول كفرج ازاي، وشي رايق خلاص، انا كده بقيت تمام. طيب وقبل ما نثبت كمان هستخدم بقى الدرجة دي. بصوا لو عايزين احلى درجة للكونتور والبرونزر، لو انتم ما بتحبوش بقى الخطوات الكتير وكده، وعايزة حاجة تحدد لك ملامحك وتحدد وشك كده ويبقى شغل محترفين، هاتوا الدرجة دي، اسمها جولدن سان. ده اللي هو الليكويد برونزر من شي جلام. الدرجة دي ولا منها جراي صريح، الناس اللي مش بتحب الجراي الصريح او مش بتعرف تستخدمه، مش مسألة حب، هو مسألة هو ماشي مع درجة بشرتك ولا لا. وفي نفس الوقت هي مش لون اورنج واضح وصريح، هي درجة ما بين الاتنين. بس انا وزعت نقطة. هي النقطة بقى بتعمل عمايلها. النهاردة بجد عايزة اعمل معاكو اسهل ميك اب، مش عايزين ولا فاونديشن ولا حوارات، احنا بس عايزين ميك اب يبقى شكله حلو، وفي نفس الوقت نستغل السيل اللي موجود على شي جلام ونجيب كل الحاجات اللي احنا نفسنا فيها. طيب ندخل على اكتر درجة حبيتها في حياتي من ليكويد بلاش بتاع شي جلام. الدرجة دي اسمها اون بوينت، ولا هي درجة خفيفة مش باينة، ولا هي درجة فقع قوي ومش ماشية على درجات بشرة كتير. بصوا احلى درجة في الحياة. هم عاملين درجات كتير جدا، لو هرشح لكم درجة واحدة بس في كل الدرجات، يعني عاملين ايه فوق العشرين درجة مثلا، لو هرشح لكم درجة واحدة بس هرشح لكم الدرجة دي. ليه؟ عشان هي درجة مجرمة مجرمة، حلوة قوي قوي. وبصراحة ما شفتش حد استخدمها الا وكانت لايقة عليه، يعني شفتها على اكتر من درجة بشرة كده كلهم لايقة عليهم، كلهم طلع حلو عليهم. النهارده عايزه اعمل لوك كده بينك، يبقى رقيق كده وسهل وبسيط، مفيهوش حوارات، يخلي بس شكلنا رايق. انا بس عايزه يبقى شكلي رايق. طب انا كده تقريبا خلصت الحاجات الكريمي، فعايزين بقى نثبت. نثبت بالبينك باودر. هاخد بقى اللي هي اللوز باودر. انا مش هثبت البشره كلها، انا بس هثبت مكان الكونسيلر عشان ما يخططش، يعني الاماكن اللي حطيت فيها. يعني انا حطيت مثلا هنا عند البق كده عشان عندي اثار حبوب، اثبت ما ثبتش البشره كلها. هستخدم الماسكارا دي من شي جلام. دي حلوه في ايه؟ حلوه ان هي بتثبت الحواجب قوي، وفي نفس الوقت بتدي لون خفيف. انا عندي منتجات حواجب كتير قوي من شي جلام، وكلهم او معظمهم حلوين، بس دي من احلاهم. يعني دي من اكتر الحاجات بجد اللي ايدي بتروح عليها، انه بصوا حواجبي لحد ما برجع من مشواري، حتى لو مقضيه اليوم كله بره تبقى ثابته في مكانها. بصوا الفرق ما بين الحاجبين، هنا اديت لون ومالت الفراغات كده على خفيف،
وفي نفس الوقت ثبتتهم. البلاشر بقى اللي احنا حطيناه هنثبته بايه؟ هنثبته بالبلت العظيمة دي من شي جلام. بصوا درجاتها وحلاوة درجاتها. لا طبعا هتثبتيه باي لون عندك انت بتحبيه. انا مثلا ممكن اخد درجة ايه؟ لو انا مش عايزة اغير في الدرجة اللي انا حطاها هاخد الدرجة دي واثبت بيها، او هاخد اي لوز باودر. لو انا عايزة اقوي اللون اكتر او عايزة البلاش يبقى ثابت معايا اكتر واللون يبقى اوضح هاخد بقى اي درجة من دول، الدرجة اللي انا عايزاها. خلينا مثلا ناخد دي عشان بقيت احبها قوي، هي تنتوفة هنوزعها على الناحيتين اكيد، يعني مش هنسيب فوق العين فاضي كده. فتعالوا نستخدم الباليت دي، تحفة. دي اللي هي الدرجة بتاعتها اسمها روز سوناتا، عشان هي في منها درجتين كمان اعتقد الباليت دي. بصوا بقى درجاتها ورقت درجاتها بجد. طبعا هبتدي بالدرجة دي عشان تبقى درجة خفيفة كده وعلى بينك برضو، وهاخدها على لبره كده، هوزع الايشادو على البره. بصوا النقطة اللي اتحطت عملت ايه، النقطة اللي اتحطت. عايزة بقى تحطي لون شيمر، هتلاقي الوان شيمر ممكن نحط كده على الجفن اللي هو متحرك، بس انا بفضل اللوك المات اكتر فاحط الدرجة دي عشان انا عيوني مبطنة، فعايزه اي حاجه توسع معايا كده الجفن. هو برضو الجليتر او الشيمر برضو بيوسع، بس انا عايزه اللوك يبقى مات. نفس الدرجه اللي اخدناها فوق العين هحطها تحت العين. عين شويه فيكس بلس بقى عشان يدينا انتعاش كده للبشره. قدامنا بقى تو اوبشنز من الماسكارا، في دي اللي هي الووتر بروف. انا مش محتاجه حاجه دلوقتي ووتر بروف، هستخدم دي ليه؟ عشان هي بتطول الرموش قوي، ودي اكتر حاجة انا بحبها اصلا في اي ماسكارا. الكثافة انت ممكن تعلي الكثافة مثلا باكتر من كوت، لكن الطول ده مش اي ماسكارا بتديه. ممكن بقى تزودي ايلاينر او حاجة، بس انا عايزة اخلي الميك اب سيمبل كده زي ما هو. 2 hours later. معلش بس نقطة ايلاينر كده صغنطوتي. بصي الجيل لاينر ده من احلى الانواع اللي انا استخدمتها في حياتي، يخرب بيت ثباته، ثابت بشكل مش طبيعي وباخد منه تنتوفة قد كده. بس عايزة اسحب العين كده بس شوية. لبستك بقى فيه يعني اوبشنات كتير بصراحة، فانا هاخد اي درجة على بينك. الدرجة دي اسمها تيك اكشن ودايما بتسألوني عليها. وبس كده، ده كان الميك اب لوك بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم، سهل وبسيط وسريع. واهم حاجة، اهم حاجة في الموضوع ده كله بقى في الفيديو بتاع النهاردة، ان انتوا استغلوا العروض اللي موجودة دلوقتي على الويب سايت بتاع شي جلام، عشان هتلاقوا شوية عروض بجد ما تتفوتش، هيخليكوا تجيبوا كل اللي نفسكوا فيه. يعني اي ميك اب نفسك فيه هتجيب بجد من شي جلام، عشان الكواليتي حلوة والسعر حلو وكمان الميك اب حلو كده، يعني ميختلفش عليه اتنين. وهتلاقي درجات بقى وفرايتي كتير في حاجات كتير، فانت هتلاقي كل الميك اب اللي نفسك فيه بجد، سواء انت عروسه بتجهزي، سواء انت واحده متجوزه بقالك سنين وعايزه تجيبي ميك اب جديد تجددي كده في الميك اب بتاعك، هتلاقوا ميك اب كتير جدا على شي جلام. فهاتوا كده ودلعوا نفسكم، كل سنه وانتم طيبين. مره تانية هسيب لكم لينك الويب سايت بتاع شي جلام، وكمان كل الدرجات اللي انا استخدمتها النهارده قلت لكم عليها، عشان لو حابين تطلبوا زيها او تدخلوا على شي جلام وتطلبوا حاجات تانية. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.